السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة المراكشية. اليوم نحضروا دجاج جد مميز، دجاج فاخر ورائع على الطريقة الكورية. كيجي واحد الدجاج لذيذ بزاف وبنين، كيجي خطير في المذاق وكيجي شكل مختلف. حتى طريقة الصلصة غادي نحضروها فيه مختلفة وكتجي لذيذة بزاف، ضروري تجربوا هذا الدجاج. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير، ما تنسوناش اضغطوا الزر الاحمر ابوني وديروا جيم، نخلطوا في القناه ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديده. بسم الله. بالنسبه للمقادير غادي نحضروا هنايا الوصفه، هذه الوصفه راه كوريه كتجي رائعه ولذيذه، ما تستغناوش عليها، تبقى دائما كديروا البنه اللي فيها. عندنا هنا الدجاج، كناخذوا هذا الدجاج اللي بغى الطريقه تاع الغسل تاع الدجاج راه يلقى في الرابط اسفله او في اخر الفيديو. بالنسبه لهذا الدجاج خديته كندير فيه الحامض والخل وكنلقدو تتي توصلينا مزيان وشويه السكن جبير وكيطي ترقد، من بعد يترقد تنصفيه لان الدجاج من ضروري باش انه يبات، كنصفيه وكنخليه في الثلاجه حتى ينشف لينا مزيان. انا بالنسبه ليا راه خديت دجاجه واحده، كنقطعو قطع صغيره على الشكل اللي نتوما كتلاحظوا، كنقطعو صغير هانتوما لان باش نقليو كيجي رائع ولذيذ. انا هنايا عندها تقريبا مايزينه جوج معالق كبار تقريبا 40 غرام، جوج معالق كبار ديال الدقيق 40 غرام، جوج حبات تاع البيض، معلقه صغيره ديال الملح، نص معلقه ديال الابزار. بسم الله. الان نبداو بالمرحله الاولى. بالنسبه للمرحله الاولى كناخذوا هذا الدجاج باش كيجينا بنين ولذيذ بزاف، هذه الطريقه راه مهمه باش كيعطينا واحد النكهه رائعه. كناخذوا تقريبا هنايا الدقيق كما سبق قلت لكم، النشا اي المايزينا، كناخذوا جوج بيضات، الابزار، معلقه صغيره ديال الملح، وكنمزجوا الكل مزيان. بسم الله. بعد ما مزجنا الدجاج مزيان على الشكل كنطرقوا تقريبا 5 دقائق على ما سخنت لينا الزيت ونمروا باش نقليو في الزيت. بسم الله. بعد ما سخنت الزيت كنوضعوا في هذا الدجاج، وبالنسبه لهذا بالنسبه للنار تيسخن العافيه مزيان، ومن بعد كنقصوا عليه النار، كتكون النار متوسطه باش كيدخل معاه الطياب مزيان وكيطيب لينا مزيان. راه كيجي واحد الدجاج رائع رائع ولذيذ بزاف وبنين، الشكل راه لذيذ، كتجربوه غادي يبان لكم الشكل ديال الدجاج، البنه ديالو كيكون النار عاليه بمجرد ما كيسخن، وكنوضعو فيه الدجاج كنقصو على النار. كنبقاو نراقبو فيه حتى كيطيب لينا مزيان. بسم الله. بعد ما طابو شويه كنحاول نقلبوهم باش نراقبوهم، كيطيبو كذلك بعض الشيء عادي من بعد كنبقاو نراقبوهم حتى كيتحمرو لينا. بعد ما قلبناهم كذلك كنطرقوهم حتى كيتحمرو لينا مزيان، وكنبقاو نراقبوهم حتى كيتحمرو ياخدو التحميره ديالهم كيطيبو. ما كتكونش النار عاليه لان النار عاليه راه ما كيطيبو غير من الفوق ومن الداخل ما كيدخلش لهم الطياب. بسم الله. بعد ما تحمرو قطع تاع الدجاج على هذا الشكل، دائما كيفما تلقيا قلت لكم هانتوما كيمشيو، كنحيدهم كنطرقهم جانبا حتى نمرو للمرحله الثانيه. بعد ما حمرنا هاد الاولين قطع الاولين كنمروا نديروا القطع الثانيين نفس الشكل اللي درنا في الاول نديروا في الثاني. بسم الله. بسم الله. بالنسبه للصوص اللي غادي نخلطوا بها الدجاج باش تجي واحد البنه رائعه ولذيذه بزاف، انا هنايا 60 غرام ديال الزبده، 3 الفص، 4 الفص ديال الثوم، انا معلقه مع مراس ديال لاصوص دو الصوجا، انا جوج معالق كبار ديال العسل، انا هنايا تقريبا 50 غرام ديال السكر الخشن ما يعادل تقريبا جوج معالق كبار عامرين.
بالنسبه للزبده جوج معالق كبار عامرين. بسم الله. الان غنحضروا لاصوص. بالنسبه للاصوص غندير الزبده بهذا الشكل، كندير السكر، الثومه بعد ما بشرنا على هذا الشكل، وتنتركوا الكل حتى يذوب. بعد ما عملنا السكر مع الزبده والثومه غنتركوا الكل حتى يذوب لينا. هاد لاصوص راه كتجي لذيذه بزاف، وبالنسبه للدجاج ضروري تجربوا كذلك، راه الكل كيجي واحد اللذه رائعه، راه كيجي المذاق زوين بزاف. بعد ما دابت الثومه مع الزبده والسكر كنزيدوا هاد لاصوص ديال الصوجا على هاد الشكل. انتما كتلاحظوا حتى المنظر كيجي رائع رائع، المنظر والمذاق كيجيو بنان بزاف. كنديرو كذلك العسل، من بعد كنحركو الكل، كنتركو تقريبا شي 3 دقائق ونديرو فيه الدجاج. بسم الله. الان كنديرو الدجاج وكنبقاو نحركو فيه حتى تنتج لينا الكل، كيجي واحد المذاق رائع بنين لذيذ. كنلجو هاد لاصوص مع الدجاج باش تيعطينا واحد اللذة، كنضيفو اللذة على اللذة وبنة على بنة. كنجربو ما ترددوش. بعد ما مزجنا الدجاج مع هاد لاصوص كيجي واحد البنة رائعة ولذيذ بزاف، صدقوني غير جربوا تجربة أم العلوم. كيجي بنين، وكنتركو تقريبا 3 دقائق كنبقاو كنلجو فيه وكنطفيو عليه النار وكنقدمو. الشكل النهائي ديال الدجاج كيجي لذيذ بزاف وبنين، بالأخص هديك لاصوص لي شربنا يشرب، وكيجي واحد المذاق لا يقاوم. يتبعو معايا المراحل خطوة بخطوة ينجح لكم. كنتمنى يعجبكم وغادي يعجبكم، هي جربوه وبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.